مساء الخير، مساء النور. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم هاد لاغام، هاد المجموعه ديال نوريفا خاصه بتفتيح وازاله تصبغات البشره. غادي نهضر على كل برودوي واحد بواحد باش نبين كل برودوي ولي صالح، حيت كاين اللي صالح الكلف القديم والداكن، كاين اللي صالح الكلف الخفيف والجديد، كاين اللي صالح كذلك الاسوداد العميق والكحوليه ديال بعض المناطق، وكاين اللي صالح لاسمرار البشره من اشعه الشمس. يعني كاين واحد الفرق ما بين هاد لي برودوي هادو. غادي نبدا بالكريم الاول تريو دي، كريم إزالة التصبغات الخفيفة والكلف اللي كيكون باقي جديد، كيحيد الإسمرار، أثر حب شباب، كيوحد اللون، كيبيض، كيحيد ديك التصبغات الخفيفة واللي باقا جديدة. كيستعمل جوج المرات في النهار، والثمن ديالو ماشي غالي بزاف، 200 درهم، والفعالية ديالو أكيدة ومضمونة في مدة قصيرة جدا. كاين كذلك تريو ا انتنسيف، هذا بالنسبه للعلاج الكلف العميق جدا والبقع الداكنه اللي واضحه وباينه بزاف، والحالات المستعصيه اللي كتحتاج علاج مركز. طريقه الاستعمال ديالو من مره الى جوج المرات يوميا على بشره اللي تكون نظيفه ضروري، والنتائج ديالو سريعة جدا من الأسبوع الأول، والثمن ديالو متناول الجميع، 180 درهم. باش تنجح معكم محاربة الكلف ضروري ومؤكد خاص واقي الشمس، إذا من أحسن ناخذ واقي الشمس من نفس لاغام اللي هو تريو اس. معامل الحماية ديالو 50 SPF، كيقاوم درجة الحرارة العالية بزاف، كيعالج كذلك تصبغات، كيبيض، كيعطي علاج متكامل إلى استعملناه مع واحد من الكريمات اللي ذكرنا ديال الكلف، يا إما تريو آ يا إما تريو دي، وكنستخدمه في نفس الوقت هاد الواقي ديال الشمس، وكتعتبر علاج متكامل وكيمنع ظهور الكلف مرة أخرى، والثمن ديالو 183 درهم. بالنسبة للناس اللي عندهم تصبغات الجلدية الكحولية في أي منطقة في الجسم، كنصحكم بهاد إيكلان، هو سيروم مركز كيفتح اللون ديال البشره بسرعه، كيحيد الاسوداد في اي منطقه في الجسم. ممكن نستعملوه تحت الابطين ما بين الفخذين العنق، اي منطقه كما قلت فيها اسوداد. ممكن كذلك نستعملوه لاثار الحروق واثار حب شباب. كنصح به الناس اللي بغاو التفتيح السريع والامن، وطريقه ديال الاستعمال ديالو مره واحده بالليل على بشره نقيه، والثمن ديالو 389 درهم. وكاين كذلك ايكلان SPF 50، هذا اكرون سولير اسوان بريفنتيف، عنده نفس التركيبه ديال السيروم مع معامل حمايه قوي، واذا استعملناهم جوج كنضمنوا علاج متكامل. نستعملوا السيروم بالليل والواقي ديال الشمس بالنهار، كيفتح بسرعه من الاسبوع الاول وكيوحد اللون، والثمن ديالو 230 درهم. واخر منتوج اللي عندنا كريم تفتيح تريو وايت ماسك، هو خاص لتفتيح وتوحيد اللون فقط، يعني ما كيحيدش التصبغات، كيفتح اللون البشرة المسمرة من أشعة الشمس والحرارة، وكيعطيها واحد اللمسة من الإشراقة والحيوية، وكيحمي من ظهور الكلف. ممكن استعملوه مرة حتى لجوج المرات كل يوم، والثمن ديالو 166 درهم. المنتوجات ديال نوريفا كاملة جد فعالة في حد الوقت قصير جدا، وآمنة وصالحة لجميع أنواع البشرة، ممكن أي واحد يستعملها بعينيه مغمضين. كانت هذه الفكرة ديال اليوم، وهذه لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى من كل قلبي تعجبكم،
وما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه الى كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، وخليتكم بالف خير. باي باي.